أرحب بجميع المستمعين إلى المجلة الصوتية عنوانها GAG VM أي GAG Voice Magazine. وأبدأ بالقراءة. بسم الله، أقرأ لكم من الصفحة أو صفحة البداية والتي هي على يسار القارئ، ولكن هي مكتوبة باللغة الإنجليزية. فقال: بسم الله، مكتوب: بدأت كتابة موضوعي تحت الشروط المحددة التي حددها رئيس التحرير مستر دي اي. هو رئيس التحرير لجاج فويس ماجازين، أيضا أسميه رئيس تحرير هاشتاج جاج في ام. ما زلت أقرأ لك ولك ما هو مكتوب في صفحة البداية وهي على الجانب الأيسر XI55 4 أصفار رقمها. كاتب المقالة تابع وقال: إن شروط مستر دي ام، مستر دي اي المحددة لي كثيرة، ولكن أهمها عدد 5 شروط، وهي تحت قائمة هاشتاج تي سي سي أسميتها، أي أسميتها قائمة هاشتاج تي سي سي. سوف أذكرها وأفصل بعضها في هذه الصفحة، صفحة البداية، حتى تكون هي صفحة بداية لمقالتي. أتابع لك أيها المستمع في قراءة صفحة البداية، وما زلت أقرأ لكم في هذه الصفحة قائمة تي سي سي. والآن ننتقل إلى تي سي سي 3 أصفار 2. قال فيها: انتبه، يبدو أن مستر دي اي هو الذي قال، وهو رئيس التحرير. فقال رئيس التحرير: انتبه، هناك أرقام محظور استخدامها بين قوسين TUN 10، وهي مأخوذة اختصار من The Unwanted Numbers، الN لNumbers، وهناك أرقام مسموح بها TAN، وهي The Accepted Numbers. هذا هو الشرط المحدد الثاني، رقمه تي سي سي 3 أصفار 2. ما زلت أقرأ في صفحة البداية، والآن نقرأ في تي سي سي 3 أصفار 4، ونتابع قول كاتب المقالة. هنا قال: ما سأتوسع في هذه أو في هذا الشرط، في الكلام عن هذا الشرط. فقال: إذا كان أو إذا كنت أنوي أن أكتب أو أتكلم إلى جمع من الناس عن مادة العلوم أو منهج مادة العلوم المعروفة، فسأكتب Raw Science. وكذلك إذا كنت أتكلم عن مادة الحساب Math، فسأكتب Raw Math. ثم تابع فقال: لو كتبت عن مادة الآرت، الفن، سأكتب
رو آرت، ولو كتبت عن مادة القراءة ريدينج سأكتب أو عنون المقالة أو الكلام رو ريدينج. وقال الخامسة، لو تكلمت وتحدث عن تكنولوجي، عن التقنية، سأكتب رو تكنولوجي. فلو اختصرت الساينس والماث والآرت والريدينج والتكنولوجي لكلمة سمارت ووضعت هاشتاج سمارت، فعندي أقدر أقول كل الخمسة مواضيع التي تكلمت فيها أو كتبت فيها وعنونها تحت هاشتاج رو سمارت. أيها السادة والسادات، الأولاد والبنات، سأنتقل معكم إلى قائمة TCC 3.5، وهي آخر رقم مكتوب في الصفحة أو صفحة البداية التي في المجلة، مجلة جاك بي إم على يسار القارئ. فكان مكتوب فيها هاشتاج دمب DUMB، ومكتوب تعريف هذا العنوان كما كان معنا هاشتاج سمارت، هي متكونة من ساينس ماث آرت ريدينج تكنولوجي. هنا قال إز، أي هي دمب داونستريم أبستريم ماركت بانكربسي. المعاني بالعربي داونستريم أي ولأنه في ماركت، نذكر كلمة إمدادات السوق، فآخر ما يوصل له المنتج مثلا في الدكان أو في القهوة في المقهى، فنجان القهوة، تدخل أنت مقهى تطلب فنجان قهوة، فهذا تفسير داون ستريم. أو في المطعم تطلب طبق وتأخذ الطبق، فالمحتوى هذا في الداون ستريم، قدم لك يعني للاستهلاك، داون ستريم المستهلك. وأب ستريم كل ما هو قبل، يعني في المطعم قبل الإعداد، الأكل قبل لا يجي، يعني هذا داون ستريم أب ستريم. طبعا أنا أشرح كلام مش مكتوب، بس عشان نشرح داون ستريم وأب ستريم وماركت. ماركت السوق، بنكربسي اللي هو إفلاس السوق، إفلاس بنكربسي إفلاس. فهنا ذكر وقال كاتب المقالة دي اي اللي هو مستر دي اي رئيس التحرير، قال لي هذه جاج ماجازين، وشرط TCC 3.5. ثم قال كاتب المقالة TCC 3.5 هو شرط محدد لي ولمقالتي. ما زلت تتحدث عن الشرط المحدد TCC والذي بدأ بهاشتاج دم. فقال كاتب المقالة يتكلم ويقول هذا رابع شرط ومحدد للعنوان المطلوب فيه أن يكتب، يعني سيكتب عن دم.
ثم قال هاشتاج WRO downstream upstream market and bankruptcy. يعني يستطيع انه يتكلم في موضوع زي لما كان تكلمنا عن سمارت WROD او downstream WRO upstream WRO market WRO bankruptcy. يعني عنده اربع مواضيع. او قال هاشتاج WRO دم جمع الأربع مواضيع زي ما كانت رو سمارت، فهنا رو دم. ما زلنا نقرأ في صفحة البداية الصفحة اليسرى، وفي صفحة واحدة القراءة الآن. و TCC 3.5 قال رئيس التحرير دمب، أريدك أن تكتب عن دمب. فقال كاتب المقالة سأكتب عن كل WRO downstream ثم WRO upstream، أو أتكلم للجمع من الناس وأتكلم عن الماركت. في الكتابة هو يتكلم لكن بالإنجليزي، ويستطيع أنه يلقي الموضوع ثم يكتبه. وأنا أقرأ لكم كلامه. فقال وصل إلى أنه حيكتب الموضوع الكبير هاشتاج رو دم، تحته أربع مواضيع. فيا ترى حيسترسل، يعني كأنه هذا مدخل للمقالة. فقال under this article تحت هذه المقالة سوف آخذ جميع الجمهور سواء كانوا يستمعون أو يقرؤون، أخذهم إلى هاشتاج جاك فويس ماجازين أو هاشتاج جاك VM. صحيح، يعني أخذهم إلى المجلة المكتوبة أو المسموعة سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. إذا سجل صوته باللغة الإنجليزية فأصبح موجود التسجيل الصوتي، ونحن باللغة العربية مجرد ما كتب نقرأه لكم. فقال وسوف آخذكم معي قليلا قليلا إلى عالم دم. هنا انتهت الصفحة، ننتظر ماذا يكتب، ماذا يتكلم عن عالم دم.